جدع ولد روبسون خو فهد الأصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة عبد الفتاح بوكري القناة جياد فلوك. تحياتي لكم جميع المتتبعين. هاد الجدع اللي قدامكم الإخوان عنده 3 سنين ولد روبسون خو فهد الأصيل. مهم بالنسبة للالونس هادي لالونس الثانية كنت لونسيته شحال هادي كانت تعطي واحد الثمن ولكن دابا راه طالب فيه 3 مليون اونص قابله للتفاوض. كانت تعطات فيه يمكن 2 الا تذكرت 2 مليون اللي قال لي تعطات ما قداتوش 3 مليون اونص 35000 درهم هي اللي طالب فيه. ومن هنا كنديروا هاد الفيديو هذا حدا الشاطئ الخميسات الاخوان. تحياتي لجميع المتتبعين الله يسر امورنا واموركم. والمهم اللي بغى يبيع شي حاجه راه ديما كنخلي لكم النميره 06-30-38-34-30-10. علاش درت الفيديو من هنا؟ باش تعرفوا ما كنخبي عليكم والو، عندي شي غرض. ايوا ملي تابعني الفيديو خصني ضروري نهضر ونتكلم فيه، ما يمكن لياش خصني تمشي باش نلقى الامور قالوي فيه هو هذا كله حليكم الفيديو. هذا مكان الاخوان، احنا من حدا الشاطئ. يلا الاخوان دوزو بخير الى فيديو قادم ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تحياتي لجميع المتتبعين.